مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا النهاردة هنبدأ نعمل يعني وصفة جميلة، هي شوية بقالنا كتير يمكن في ناس كتير مش بتحبها، بس الحبوب والبقوليات من البروتين النباتي المحبب لدى ناس كتير جدا. في ناس نباتيين وفي ناس بتبقى عايزة يعني تبقى أكثر صحة، فتميل تبعد شوية وتقنن من الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء تحديدا، فتبدأ تقنن الأول الأكل بتاعها وتبدأ تدخل الحبوب شوية. طبعا اللوبيا من الحاجات الرائعة والوصفات الجميلة اللي احنا يمكن شوية بنهملها، وفي ولاد كتير مش بيحبوها. النهاردة هنعملها بطريقة جميلة جدا جدا، وهنعمل جنبها فراخ جميلة تقليدية هنسلقها ونحمرها. بس فكرة السلق بتاعة الفراخ هقولها لحضراتكم خصوصا للناس اللي بتستخدم الفراخ البيضاء، لأن الفراخ البيضاء مهم جدا جدا ان احنا نعمل لها الجزء ده ونتخلص من الجلد. واذا في حالة انكم مش عايزين تتخلصوا من الجلد اثناء السلق، هنعمل ايه في الشوربة عشان نتخلص من كمية كبيرة من الدهون هنشوف مع بعض واحنا شغالين. دلوقتي انا هنا عندي حلة، هبعديه الاول كده شوية. عندي حلة حاطة فيها الاول هنقول مقادير الفرخة وسلق الفرخة الاول، وهنعملها على مرحلتين علشان نطمن ان الفرخة دي ما فيهاش زفارة، والفرخة دي نظيفة تماما، والفرخة دي لو فيها اي حاجة يعني نبقى احنا في الامان. عندي لمقادير الدجاج المسلوق، عندي للسلق عندي دجاجة متوسطة، ورق لورا، حبهان، مستكة، شرايح ليمون، زنجبيل باودر اذا حبين، بصل شرايح، طماطماية، معلقة كبيرة من السمن البلدي او من الزيت، ومية سخنة بتغلي. طيب المرحلة الاولى بصوا هنا انا حاطه كده ليمون وميه، شرايح ليمون وميه، يعني عصر الليمونه وحاطه فيها شرايح ليمون، وهاخد الفرخه كده اول مرحله باخدها انزلها في الميه دي تغلي كده علشان اتخلص من الزفاره اللي فيها. طبعا الفراخ ما بتتغسلش بالخل، بتتغسل بالدقيق والملح والليمون. الخل دايما يظهر الزفارة حتى في الكبد، واتكلمنا عن الموضوع ده مع حضراتكم، دايما الخل يظهر الزفارة. طيب هاخد الفرخة بعد ما اتغسلت ونطفت اهي أمورة خالص، ناخد بس دول نكتفها كده من ورا اهي كده هنا، وهنزلها في المية هنا، المية اللي بالليمون الأول خلاص، وهسيبها تغلي كده قدام حضراتكم، تغلي غلوة كويسة، هتلاقوا كده طلع منها شوية فوم وريم أبيض خلاص. في المرحلة دي أنا هجهز مع حضراتكم نعمل اللوبيا لحد ما هي تغلي معانا. خلي الحلة دي بقى كده على جنب، ونجيب حلة كده إيه وسط للوبيا. بسم الله أهي، وتعالوا نبدا في اللوبيا مع بعض. اللوبيا طبعا قبل ما نبدا نعمل اي حاجه عايزين نتكلم على اللوبيا الاول، لازم ننقعها. هننقع البقوليات عموما للناس اللي عندهم مشاكل في القولون وبيتعبوا قوي من البقوليات، سواء الفاصوليا واللوبيا والحمص الشام والحاجات اللي زي دي، من 3 ل 4 ساعات في ميه. غيروها ممكن مره واحده في خلال 3 ل 4 ساعات دول، وبعدين نبدا نسلقها. لما بسلقها بنزلها في ميه وما بخليهاش تغلي كتير. بصوا الحبايه ماسكه نفسها ازاي، لان انا هطبخها، فانا مش عايزه الحبايه تبقى يعني ايه زي ما بيقولوا مهريه، مش عايزاها مهريه، انا عايزاها محتفظه بنفسها خلاص. وبعدين بشيل بقى كده، ابدا اقول لكم ايه بقى هنعمل ايه. عندي هنا بسخن النار، هحط كده معلقتين زيت حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل بقى المقادير مع بعض. عندي للوبيا دي هعمل فيها ايه، عندي طبعا نص كيلو من اللوبيا المسلوقه، وعندي بصله مفرومه ناعم، عندي معلقه ثوم مفروم، عندي لتر من عصير الطماطم المضروبه في الخلاط ومتصفيه، معلقه كبيره من الصلصه لدعم اللون لو حابين، زيت او سمنه على حسب ما حضراتكم بتفضلوا، ملح وفلفل، ورشه بهارات السبع بهارات، وطبعا هاخد من مرق الفراخ واسقي اللوبيا. طيب هقلب بس الفرخايه كده الناحيه الثانيه، شوفوا بدا الريم هنا هيبدا يطلع منها ايه حاجات. طبعا الفراخ البيضه كلنا عارفين
ان الفراخ البيضة الدورة بتاعتها بتبقى صغيرة. في ناس بتحتاج احيانا ما بيبقوش امنا انهم يدوها الدورة بتاعتها تبقى تكبر فيها فبيدوها حاجات بلس بقى انها لو تعرضت كمان لانها تاخد مضادات حيوية لو الفراخ دي تعبانة ولا فيها حاجة بيدوها ده في الاكل فما بتلحقش تكسره لان دورتها قصيرة. لكن الفراخ الحمراء دورتها تقريبا بتبقى اكبر 70 يوم تقريبا، فحتى لو خدت ادويه وعلاج هي بتتكسر فما بتلحقش تتنقل لنا، فاحنا دايما بنخاف اكتر من الفراخ البيضه اللي دورتها قصيره. طيب انا هبدا كده، حطيت شويه زيت، هاخد البصل بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا اجهز للوبيا بتاعتي. شويه بصل حلوين. طيب يلا بينا نقول بقى ايه، البصل ده من الحاجات الجميله اللي بيحمي من السرطان وبيقلل نسبه السكر في الدم وبيعالج الناس اللي عندهم نقرس، وفي مضادات اكسده كتير مهمه جدا. البصل الابيض عاده بنستخدمه اكتر للطهي على النار في الطبخ، والبصل الاحمر اكتر للسلطات والحاجات اللي هي على البارد. هاخد كده رشه ملح وفلفل، وبرده خلوا بالكم انه الكتره منه ما بتبقاش حلوه، خير الامور الوسط في كل شيء. هنقلب تقليبه حلوه كده البصله دي تتشوح، وهاخد معاها معلقه ثوم، موضوع بسيط. اوكي، فوائد بقى الثوم، عايزه اقول لكم مضاد للبكتيريا والفطريات بشكل قوي جدا، مضادات اكسده بتحمي القلب جدا. يعني بصوا كمان هو بيحمي من كل حاجه جوه الجهاز الهضمي، بيقتل حاجات قويه جدا. وبعدين يعني من ضمن الحاجات اللي بيتقال انه مفيد ليها هي العظام، مفيد للعظم والاظافر. نقلب كده تقليبه حلوه لحد ما تصفر. عايزه بس بصوا بدا الفوم هنا، بصوا الفرخه، ما انا عايزه بس اوسطنها في النار عشان شايفين ده ده بقى يفضل يغلي ويزيد كده. هاخدها الغلوه دي وبعدين هصفي الميه دي خالص وهشطف الفرخه تماما، وهرجع اعمل لها المرق النظيف الحقيقي. وانا هنا بسخن كمان، خليني افضل مسخنه هنا عشان تسخن الحله، لأ انا هبدا اعمل فيها اسلق فيها الفرخ. هنقلب تقريبه سريعه كده، شايفين الجمال، ممكن رشه بهارات خفيفه نطعم بس حاجه بسيطه كده مع البصل لما بيطعم. احنا اتفقنا البصل بيدي طعم حلو قوي. وهنزل بالصلصه، حابب يدعم بمكعب مرق مفيش مشكله. دي التوابل بس مكلكعه هنا، نقلبها. هنزل بعصير الطماطم، الطماطم دي بقى فيها الياف وفيها فيتامين دي، ويعني عايزه اقول لكم بتعالج كمان الامساك. عارفين بيستخدموها للاطفال الصغيرين لما يبقى عندهم امساك يدوهم عصير طماطم متصفي. تقلوا كده، وطبعا هي يعني من الحاجات كمان اللي بتفيد صحه العيون. معانا تليفون، معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. صباح الفل حبيبه قلبي. مني انا ومني انا كمان حبيبه قلبي. وحشاني والله يا عزيمه. انت اكتر يا روح قلبي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، تسلمي. ويسعد قلبك، تسلمي يا حبيبه عمري. بنرجع بقى لاكلات زمان دي. الاكلات الجميله. ايه والله اكتر من حد وانا قاعده في القناه يقول لي اللوبيا دي احنا بنحبها، فبقيت مبسوطه قوي. ده عشق اسلام، تصدقي بقى؟ لا مش ممكن والله العظيم. يا نهار، انا هبعت الطبق على النهارده على هناك. ما بياكلش غير اللوبيا والسبانخ. ما شاء الله ما شاء الله، ما بياكلش غيرهم. ربنا يديله الصحه والعافيه حبيبه قلبي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، امين يا روحي. دايما ممتعانا بحاجاتك الجميله يا رب. يسعد قلبك، منوره الدنيا كلها حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب، تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج، الناس الجميلة وقناة الأهلي الجميلة، ربنا يبارك لكم. أمين يا رب حبيبتي، اسلمي لي يا أم إسلام، والله ربنا ما يحرمنا منك أبدا ولا من مداخلاتك وسماع صوتك. بصوا كده حبيبتي، أصدقائنا الحلوين اللي دايما ما بيفوتولناش حلقة ويكلمونا. عايزة أشوف بس المشبك أهو، أقلبها كده الناحية التانية. بصوا بقى، بسم الله، هقلب الناحية دي كمان، وبعدين هصفي بقى المية دي خالص. وانا هنا بسخن الحلة اللي هبدأ اعمل فيها المرق الحقيقي اللي هضيف فيه كل المنكهات. مهمة قوي الخطوة دي. هنا انا سايبة النار، انا ممكن اخليها تبقى دبل، ايوة، عشان ايه تنجز معانا. وهنا كمان
تمام على اعلى حاجه. وهنبدا نصفي الميه دي. بصوا بقى انا هنا حطيت البصل شوحته مع الثوم، وبعدين حطيت رشه ملح ورشه فلفل واديت شويه من البهارات وشوحتهم مع بعض وطعمت كده البصل، وبعدين حطيت عصير الطماطم اللي ضربناه في الخلاط وصفيناه كويس من القش والبذور وحطيته هنا، وحطيت معلقتين صلصه وهسيبها تغلي غلوتين، هضيف عليها اللوبيا علشان ناكلها كده. هي يعني ما هياش مضره وما هياش متعبه وسريعه، ونقدر نعمل كل المكونات ناي في ناي، بس هي خلاص واخده نص سلقه، فهي مش ان شاء الله هتاخد وقت كتير، يا دوب هتاخد بس غلوه كده وبعدين هيبقى كل شيء تمام. بصوا بقى نزلت الميه اللي هي فيها الكميه الفوم اللي احنا مش عايزينها دي خالص كده، وهبدا اجيب كده طبق. خلوني اجيب ايه، ممكن اجيب دي، دي جاهزه الحكايه، خليني اطلعها هنا. ايوه هطلع الفرخه هنا ونتخلص من كل الحاجات الميه الوحشه دي اهي. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كده اهي. خلاص هشيل انا بقى دي، خلاص مش عايزه الميه دي خالص. وانا هسيبها هنا في جنب عشان يشطفوها لازم، وهيجي حالا محمد يشطفها. وايه، ميه ساقعه عاديه جدا خلاص. وبعدين انا برضو وانا مع حضراتكم هنا، انتم مجهزيني حله صغيره للرز يا ولاد تحت خالص. انا ما خدتهاش بس ماشي، انا ممكن اطلع واحده تانية بسرعه. حلوين اهي، يلا بينا عشان نجهز كمان للرز. بسم الله نحط الرز هنا ونجهز، هنعمل شويه رز بشعريه هنا. خلاص سايبه هنا الصلصه الطماطم تاخد غلوه عشان نضيف اللوبيا، وبعدين نسيبها مع بعض. ولو احتاجت شويه من المرق هنكون احنا المرق غلي، وناخد مرق طبيعي فريش من الايه، من مرقه الدجاج. نقفل بقى هنا ونجهز هنا كمان الرز، ننزل مقادير الرز. انا عندي سمن او زبده، وعندي فصين مستكة، وعندي كوباية من الشعرية على 3 كوبايات من الرز زي ما انتوا عايزين. هناخد كده برضو شوية من الزيت، هنزل مقاديره، معلقة زيت، وهاخد معاه معلقة السمنة الحلوة دي، وهنزل الشعرية بتاعتنا. تسلم ايديكو. قبل ما انزلها احط بس فصين صغيرين من المستكة. عايزه اقول لكم الشعريه دي بتدي احساس بالشبع وفيها الياف جميله جدا، يعني شعريه برضو من الحاجات الحلوه. بصوا كده حبه شعريه حلوين اللي بيحبوا الشعريه. ايوه نحمر بقى الشعريه دي تحميره حلوه. فصين المستكه دول بيدوا طعم كده حلو مع الرز بشعريه. معانا ام جوزيف حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قلبي، ازيك يا شيف عظيمه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. جميله واكل جميل النهارده، تسلم الايادي يا قلبي. الله يسلم عمرك يا حبيبتي. احنا بنحبها طبعا اللوبيا، وعندنا اللوبيا الخضراء نفس اللي عندك دي بالظبط، اللي احنا بنقول عليها فاصوليا خضراء صح؟ جميل. لا لوبيا خضراء عندكم، لوبيا خضراء عندكم. أيوة. لوبيا خضراء شكلها بيبقى شبه الفاصوليا ولا مختلف؟ ايوه لا شبه اللوبيا اللي معاكي دي، في قلب العود نفس الاخضر، قلب العود بنطلع منها اللي معاكي دي. طب يعني لما تبقى اللوبيا شايخه شويه، بصي يا شيف عظيمه، لما تبقى اللوبيا ناشفه شويه او شايخه شويه بنفصصها بتطلع زي اللي عندك بالظبط. والله لكن طري العود طري بنقطعها حتت زي الفاصوليا. الله وتتطبخ بقى تبقى جميله. يا نهار ابيض، احنا لازم حد يجيب لنا شويه يا ام جوزيه. من عينيا يا قلبي، تسلم عينيك يا روح قلبي، تسلم عينيكي حبيبتي، ما تحرمش منك. بصي بقى عايزه المايونيز يا رب يخليكي. من عيني عايزاه من غير بيض، من غير بيض ولا من غير بيض؟ من غير بيض. حاضر حاضر من عينيا اللي ربنا يخليكي. تسلمي يا ام جوزيه، ما تحرمش منك، اتفضلي يا حبيبتي. عارفين وانا في بني سويف مره، اول مره كنت اشوف ان في ينسون اخضر. كنا في يعني بنصور في احد الاماكن وفي احد المصانع، وبعدين لقيتهم جايبين ينسون طعمه حلو. بقول لهم يعني ده طعمه حلو قوي، هو قالوا لي ده اصل ده ينسون اخضر. فينسون اخضر دي كانت في حياتي عمري ما شربت ينسون اخضر، دي طول عمرنا بنشرب الينسون مجفف. فانا عارفه ان في اكلات الحقيقه يمكن احنا في المدن هنا مفتقدينها،
عشان كده الواحد بيبقى سعيد بالحاجات القديمه اللي احنا يعني ايه بنسمع عنها واهالينا كانوا بياكلوها لنا، بس احنا ما بقيناش ولادنا ياكلوها. فاللوبيا دي من الحاجات الجميله جدا، وبجد طعمها حلو ومفيده جدا، ليها فوائد كتير كمان. اللوبيا نقلب تقليبه حلوه، نسبه الالياف فيها عاليه جدا، فيها نسبه فيتامينز عاليه جدا. هي زي ما قلنا، بس الفكر لاصحاب القولون لازم تتنقع كويس عشان من ايه يعني نختصر الجزئيه بتاعه التعب اللي بيحصل فيه انتفاخ للناس اللي ايه بيبقوا اصحاب القولون العصبي دول. بصوا كده هننزل اللوبيا هنا، وهسيبها بقى تاخد مع الصوص الحلو ده. معانا منا من القاهره، اهلا يا منا، صباح الخير. ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انا بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا يسعدك. احبك الذي احببتيني فيه يا روح قلبي. انا كنت نفسي اطلع معاكي قوي. بس كده سايب لنا بس رقمك يا منا وان شاء الله تبقي معانا. انت منين؟ انا من القاهره. اهلا وسهلا بيكي يا منون. انا نفسي تسيري على طريقه البيتزا حبيبه من عيني، انزلها لك حالا يا روح قلبي. ايه عينيا ليك يا منا، شكرا ليكي. بصوا انا بحمر الشعريه، شكرا ليكي يا منا، في حفظ الله. حمر الشعريه، حطيت اللوبيا سايباها لحضراتكم تشوفوها. الحله هنا سخنت تماما، اللي هعمل فيها الفرخه بعد ما اتغسلت اهي، اتشطفت وجت. هبدا بقى اخد ايه معلقه صغيره كده من السمنه هنا في الطاسه في الحله دي، عشان انا هسيح فيها شويه المستكه اللي انا عايزه اخد طعم الفراخ فيها اهي. تمام، اول ما تدوب المستكه اول حاجه هعملها هاخد الفرخه النظيفه اللي احنا غسلناها بعد الغلوه دي. يعني بس اقلب هنا عشان ابقى متابعه كده، تقليبه حلوه. وشفتوا اللوبيا شكلها ازاي؟ وهاخد بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بسم الله تشي بقى. شايفين؟ شايفين كده؟ شايفين؟ شايفين ده؟ شايفين من جواها بالليمون بتنضف ازاي؟ لازم الفها لكم كده، شايفين؟ اهي هعمل كده تاني. وهاخد بقى، هاخد البصل، طماطمايه، وهاخد ورق لورا، وهاخد عندي الحبهان، زنجبيل رشه، تعالوا بقى الملح والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده، وادي الفلفل. ولما هصب ميه هصب ميه سخنه بتغلي. دي كده الحاجات الحلوه اهي. تعالوا بقى نصب ميه سخنه من اللي هنا اهي. هاخد كده لوش ونصب بيه الميه السخنه. بسم الله. وهسيبها تتسلق. احلى فرخه لو فراخ بيضه، طبعا الفراخ البلدي طبعا معروف، خلاص مش محتاجه نعمل فيها الخطوه اللي حضراتكم شفتوها، كفايه غسلها كويس. لكن الفراخ البيضه طريقه الغسيل ليها مختلفه شويه عشان نضمن شوربه ومرقه نظيفه رايقه طعمها حلو. هخلي بس دي هنا بجنب كده، اني اقلب الشعريه هنا. ونحط بقى الرز، بس هقلب تقليبه حلوه. هنحط رشة ملح، وممكن بقى هنحط رشة ملح واحدة، معلقة ملح، خلاص. ونقلب وهقلب، واحط هنا مية سخنة بتغلي برضو. بسم الله. او عندي مرق سخن من مرق الدجاج لو انتوا سلقينها الاول. كل كوباية رز مصري جف عليها كوباية مية، اعتبروا الشعرية مش موجودة أصلاً.
كانها ملهاش اثر، هي مش محتاجه نزود لها ميه اطلاقا. هناخد كده بس تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما يغلي غلوه هنهدي النار، وادي اللوبيا بتغلي، هنقفل عليها بقى ونسيبها ونشوف كمان الايه الغطاء بتاع دي. هو ده كبير قوي، لا تقريبا ده مش بتاعها، انا شفته هنا، اني اجيبه اهو. بسم الله. هنقفل بقى على الرز، وادي بقيه الميه، ونقفل كمان على الفرخه. هتاخد لها تلت ساعه على حسب حجم الفرخه. بصوا بقى المرق، عايزين تتخلصوا من مثلا نسبه دهون في مرقه الدجاج دي. لازم المرق ده يدخل الثلاجه، نسيبه يسقع من بالليل لتاني يوم. هتكمل كده من على وشها، تبقى طبقه الدهون كلها تجمد وتطلع لفوق. اول ما يحصل كده هنروح شايلينها بالمعلقه، واللي اتبقى ده هيبقى تقريبا في نسبه دهون لكن قليله. بصوا بقى، هنسيب بقى هنا المرق يغلي مع الفرخه الجميله اللي احنا عملناها دلوقتي، بعد ما اديناها الايه اول مرحله في الميه والليمون وغليناها فيه لحد ما طلعت الفوم الابيض وشويه الزفره اللي فيها. شطفنا الفرخه وغسلنا الحله وعملنا في حله نظيفه خالص، وسيحنا المستكه وحطينا ورق اللورا والبصل والحبهان والطماطم ورشه جنزبيل. اللي عايز يضيف عود قرفه لو مش هيستخدمها مع اكله فيها طبيخ يعني ممكن جدا. وهنقفل بقى عليها وهنسيبها تاخد التسويه بتاعتها.